مساء الخير، كيفكم؟ شو الأخبار؟ نصف كوب واحد من توت العلاق هون مع العصير، نصف كوب توت العلاق مع نصف كوب من العصير. هو غني بالألياف الغذائية، 4 جرامات من الألياف الغذائية، يوفر أكثر من 25% من الجرعة الموصى بها من فيتامين سي والمانجانيز، ميبي توصل ممكن توصل لل 50%. يعتبر ترسانة كاملة من مضادات الأكسدة التي تتضمن مركبات الأنثوسياسين المضادة للجراثيم. حاولوا قبل النوم بساعتين ضيفوا هذا الكوب إلى روتينكم اليومي بالنوم، وشوفوا الفرق بالنوم وخبروني.